نروح بقى الخبر. الحقيقة خبر سعيد جدا، ودايما الحقيقة ستات مصر بيثبتوا ان هم جديرين بأي فرصة ان هم بياخدوها في اي مكان، بيثبتوا جدارتهم بشكل كبير جدا. فنقدر نقول كده قبل ما نقرا الخبر ده، فعلا يا ستاتك يا مصر، خطوة واحدة بتفصل الكابتن طيار نيفين درويش وبنتها بريهان البدراوي عن تحقيق انجاز كبير جدا في عالم الطيران، علشان يصبحوا ثالث ام وابنتها في العالم بيعملوا على طراز ايرباص A330، الطياره اللي بتعرف بانها الاكبر في العالم بين طائرات الركاب. عبر حسابها على الفيسبوك شاركت الكابتن نيفين باعتزاز فرحتها بالترقية الوشيكة إن شاء الله لبنتها علشان تسوق أو لقيادة الطراز الثقيل ده من الطائرات، واللي بيتوقع أنها تنضم إلى أسطول إيرباص. المفروض بنتها يعني هتدخل هذا الأسطول اللي هو A330، يتحقق حلمها بالفعل مع بنتها على نفس الطراز. أضافت كمان في منشورها أن معا سوف نسجل في تاريخ الطيران أو نسجل في تاريخ الطيران كثالث أم وبنتها في العالم بيعملوا أو بيعملنا على نفس الطراز، وأول ثنائي غير أمريكي. يعني الثنائيين أو الاثنين الأولانيين كانوا يحملوا الجنسية الأمريكية، لكن أول ثنائي غير أمريكي بيحقق هذا الإنجاز الكبير وهذا الإنجاز التاريخي. يعني أني هحصل على، يعني هي طبعا بتتكلم عن نفسها، على فرصة نادرة وخاصة لمرافقة ابنتي في ريادة الطريق لمزيد من الثنائي النسائي العائلي لدخول مجال الطيران. بتقول لبنتها كمان: مرحبا بك يا بري في أسطول الإيرباص A330، أنا متشوقة جدا علشان أشاهد أو أتابع بنفسي بشكل مباشر استمرارك في النجاح المهني وحفاظك على مستواك المتميز والملهم. بالتأكيد كابتن طيار نيفين درويش تعتبر من 2017 أول سيدة مصرية بتقود أكبر طائرة في العالم، ورقم 6 على مستوى العالم اللي بيقودوا هذا الطراز. ورغم تخرجها في كلية التجارة جامعة عين شمس، إلا أنها طول حياتها من وهي صغيرة كانت بتحلم أنها تشتغل في مجال الطيران وأنها تصبح قائدة طائرة، واجتهدت وحققت حلمها. مثال ملهم لكل الفئات، يعني مثال ملهم ان انت يبقى عندك حلم رغم ان انت برضو نفس الموضوع ان انت تدخل ثانوية عامة وتدخل كلية مختلفة عن احلامك وعن انتماءاتك وكده، لكن عندك حلم عايز تحققه، هو ده اللي عملته. وفي نفس الوقت ان السيدة المصرية تقدر في اي مكان انها بتثبت جدارتها، انها تثبت نجاحها، ان احنا بنتباهى بيها في كل مكان. الف مبروك علينا بالطبع هذا الثنائي. حقيقة خبر رائع يا أسماء، بيأكد أنه الشغف ملوش علاقة كمان بنوع دراستك، يعني هي خريجة تخصص أو كلية معينة لكن مشيت ورا الشغف بتاعها عشان كده قدرت تنجح ويعني تبقى نموذج يحتذى به في هذا المجال.